نظمة ولاية قسنطينة بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين بالولاية قافلة تضامنية لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة في كل من ولاية بجاية وجيجل، وهذا وأقول هذا وتتمثل المساعدات في عدد معتبر من الأفرشة والمواد الغذائية وكذا مستلزمات طبية تعبيرا عن تضامن سكان قسنطينة مع الولايات المتضررة. التغطية لهارون بحسان. القافلة التضامنية التي أبى سكان قسنطينة إلا أن ينظموها تضامنا مع سكان الولايات المجاورة لا سيما ولايتي بجاية وجيجل تعبيرا عن تضامنهم مع سكان هذه الولايتين. عشرات الشاحنات في الحقيقة اللي سخرت فيها مواد غذائية ومواد ملتزمات طبية وكذلك بعض الأفرشة من أجل تعبير على التضامن مع هذه السكان التي مستهم هذه النكبة المتمثلة في حرائق الأباك الأخيرة. كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي أن الدرع الإنساني لدولة الجزائر متضامن مع سكان المنطقة أو المناطق المتضررة من الحرائق، حيث تم إرسال 4 شاحنات كبيرة محملة بأطنان من المواد الغذائية والمياه والأفرشة بالتعاون مع شركة أريدو للاتصالات وشركة سايدال. كما كشف نائب مدير شركة أريدو أن الشركة تعمل دائما مع شريكها التقليدي الهلال الأحمر في زيادة المساعدة للمتضررين من الحرائق. التغطية لعادل عباس. الهلال الأحمر الجزائري بصفته الدراع الإنساني للدولة الجزائرية ومع شركائه اللي نذكر منهم شركة أريدو اللي هي شريك جد مهم بالنسبة لنا، يقوم بإطلاق ثاني القوافل التضامنية لنا للولايات المتضررة 4 ولايات. تم إرسال 4 قوافل تضامنية في اليوم الأول لاندلاع الحرائق، كانت فيها الأفرشة، الأغطية، الطرود الغذائية والمياه. نتحدث على 1300 طرد غذائي، 50,000 قارورة ماء، عندنا 50 باليت تاع أدوية، عندنا 50 باليت تاع مواد التنظيف والتطهير. أريد الانضمام إلى الهبة التضامنية الوطنية، وذلك من خلال مرافقة شريكنا التقليدي والمتميز الهلال الأحمر الجزائري في مهامه النبيلة. فمن خلال إطلاق هذه القافلة التضامنية نسعى إلى تقديم يد المساعدة للعائلات المتضررة من حرائق العابات، قصد تزويد هذه الولايات بمختلف الضروريات الأساسية المتمثلة لا سيما في الأفرشة والأغطية.